وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الإعلامي ماجد الفلاسي. مساء الخير سيد ماجد. قطر كما هو واضح تعمل على خلط الأوراق، تعزف على وتر حقوق الإنسان في الأوساط الدولية بحصار مزعوم، وفي نفس الوقت ترتكب مخالفات جسيمة في حقوق العمال في هذه المنشآت بانتزاع أبسط حقوقهم. كيف تعلقون على ذلك؟ في الحقيقة طبعا نحن يعني نبض صوت هذا صوت الأخوان اللي كانوا يتكلمون في تقرير السابق بأن فعلا الحكومة القطرية تجاهلت حقوق هؤلاء العمال أو هؤلاء البشر اللي من حقهم أن يعيشون وأن يأخذون حقوقهم كاملة قبل أن تسلب حياتهم، يعني أمام مرأة ومسمع العالم كأجمع. يعني أنا أتصور أن الحكومة القطرية قد سلبت كل شيء بما فيه حياتهم حول البشر حول العمال الذين يعني تحملوا بما فيه كفاية هم وأسرهم من ظلم ومن سلب حقوق. وأنا أتصور أن الملف هذا شائك بالنسبة لقطر، ملف يعني لابد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يأخذ القرار وقرار حازم بشأن هذه الحقوق المسلوبة حول العمال وحول البشر. نعم، من المتوقع سيد ماجد إذا كانت أوضاعهم سيئة في السابق كما تشير التقارير الدولية أن تضغط قطر اليوم أكثر فأكثر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المونديال في ظل كشف جانب من الفساد وفي ظل تأخر أعمال الإنشاء هناك. كيف من الممكن وقف ذلك؟ أنا أعتقد أن كثير من الأمور المجتمع الدولي يأخذها في هذا الإطار، منها مثل ما سحب الملف من قطر الصور بأسرع ما يمكن وإعطائها للبلد التي يستحق والتي لها بنية تحتية قوية جدا. يعني أتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو حتى كوريا أو اليابان أو أمريكا الجنوبية، لأن هذه بطولة تهم العالم كله. نعم. ولكن يقتنع عن هذا المونديال تقريبا 4 سنوات. نعم. وبالتالي الملف لابد أن يحسم قريبا جدا، يعني لأن أثبتت بعد هذه المقاطعة أنا أتصور أن قطر فشل ذريع في العالم لأنها قادرة على استضافة كأس العالم 2022. نعم، من دبي الإعلامي ماجد الفلاسي، شكرا جزيلا لك.